في أي محفل لما الرئيس بيتكلم عن مواجهة الإرهاب بيشير بأصابع الاتهام لأطراف بعينها والمجتمع الدولي على علم بيه. فوجود مصر وعرض التجربة المصرية والإجابة عن هذه التساؤلات في حضرة المسؤولين عنه، شايف ده ازاي يا فندم؟ شايف حاجات كتيرة قوي. اتفضل. وإن اللعبة بتاع السياسة الدولية لعبة كبيرة أو عميقة وليها ناسها اللي لازم يكونوا محترفينها. شايف إن الفكر الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ما زال حتى اليوم خاضع للمخابرات، للتخطيط المخابراتي، وما زال عندهم أمل بصيص من الأمل في إنهم يكملوا مخطط تحطيم دول المشرق العربي أو العالم العربي بالكامل وبالذات مصر. وبالتالي برغم من الحب اللي بيظهر في المقابلات الرسمية إلا أن فيه اللي في القلب في القلب، وده بيظهر من خلال الحوارات اللي بتتم عندهم في الولايات المتحدة الأمريكية وفي بعض الدول الغربية زي إنجلترا. واضح أنهم لسه لم يصلوا إلى نهاية الأطماع، ولكن حائط الصد المصري قوي جدا عليهم وهم مش هيقدروا عليه، لأن هم مش هيقدروا يحركوا جيوش، هم مش هيغامروا تاني بعد حرب 73 واللي تعلموه من 73، مش هيغامروا بأنهم يدخلوا جنودهم معانا أو أصدنا. اللي أنا شايفه أن المحاولات اللي بتعملها مصر بدأب وباستمرار بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقول أن مصر بتفتح لهم عينيهم، مصر بتوعيهم، مصر بتيجي قدام الحرامي اللي هو عارف ان على راسه ريشة وبتقول له انت حرامي، انت الممول والتاني هو الداعم اللي بيدرب عنده وبينقل الارهابيين للسواحل الليبية، وبتتمسك المراكب بتاعته المحملة بالاسلحة والذخيرة، وفي النهاية العالم عارف وشايف. انما لسه العالم عايش في الحلم القديم اللي هو حلم تكسير مصر، بيحاولوا يخترقوا مصر ضرده من جهه ليبيا. ليبيا مش يقدروا عليها لان المشير خليفه حفتر النهارده مسيطر على 3/4 اراضي ليبيا، هو مسؤول عن النص الغربي بنغازي لحد مصراته، ودخل في الجنوب الى الجنوب كله، وداخل من الجنوب الى الشمال. فهو القصه منتهيه، كل الافكار والاحلام بتاعه الارهابيين والاخوان الى العدم، لان ليبيا هي اخر معركه ليهم. اي بلعيب صغيره تانية زي اللي بتحصل ان يرموا بومبا هنا ولا مفرقعه هنا، ده شغل عيال مقدور عليه، ونقدر نكسر دماغه اللي بيجوا يعملوه في اماكنهم، انما مش وقت احنا صابرين عليهم عشان احتمال يفوقوا، لان لما نيجي نكسر دماغتهم مش هيموتوا هم لوحدهم، ده هيموت معاهم ناس ما لهمش دعوه بالارهاب، هيموت اطفال وستات وعواجيز ما لهمش دعوه. وبالتالي برغم احنا قادرين نكسر كل واحد ومعروف بالتحديد وبالمكان اللي احنا عندنا كم المقبوض عليهم من الارهابيين، عرفنا كل المصادر والاماكن اللي اتدربوا فيها ومين اللي جابهم وجوم ازاي ودخلوا ازاي. فكم المعلومات ديت بتدي للرئيس قدره على انه الرئيس عبد الفتاح انه يدي بيخترق عقول اللي مجتمع معاهم في ميونخ علشان خاطر ينقلهم للحقيقة الجديدة اللي العالم عايش فيها النهاردة، سواء مصر لوحدها أو مصر مع العرب أو مصر بأفريقيا.